طيب الآن نأخذ مسائل الأخت الشقيقة. جاءت أنا أخت لأب، أخت لأب وابن أخ شقيق، يوجد معصب أخ لأب؟ لا. يوجد مماثل أخت لأب أخرى؟ لا. يوجد فرع وارث ابن بنت ابن ابن بنت ابن؟ لا. يوجد أصل وارث من الذكور؟ لا. يوجد أخت شقيقة أخ شقيق فأكثر؟ لا. إذن تأخذ النصف. الباقي مسألتنا من اثنين نصف أخت لأب ومن وأخ لأب، هل تأخذ النصف؟ تعصيب للذكر مثل حظ الأنثين. مسألة من ثلاثة، واحد اثنين، تمام. ايش هذا؟ جزاك الله خير. أخت لأب وجاءنا ابن، ايش تأخذ؟ صفر. أخت لأب وابن ابن تأخذ صفر. أخت لأب وابن ابن ابن ايش؟ نصف. نفسه صفر. إذن دائما إذا اختلت الشروط جاء معصب تأخذ بالتعصيب وإلا صفر. أخت لأب وجاءنا أخ شقيق، ها ما رأيكم؟ صفر، تمام. أخت لأب وأب صفر. أخت لأب وجد صفر. مفهوم؟ تمام. بهذا انتهينا ولله الحمد من أصحاب النصف. نأتي إلى أصحاب الربع، غرفة الزوجية. جاءنا زوج وابن، يوجد فرع وارث؟ نعم. ماذا يأخذ الزوج؟ الربع. المسألة أنا ربع وباقي. قلنا أصول المسائل اثنين ثلاثة وأربعة. الاثنين فيها ربع؟ لا. ثلاثة أربعة؟ نعم. إذا نأخذ الأربعة، هذه أربعة، أربعة ربع الأربعة واحد، والباقي ثلاثة، تمام. جاءتنا مسألة فيها زوجة وأخت شقيقة وأخ لأب. بدأت المسائل تزيد لكن على نفس الترتيب، امشي خطوة خطوة. أول شيء الزوجة، في فرع وارث؟ ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن؟ يوجد؟ لا. إيش تأخذ؟ الربع. إيش؟ من يقول نصف؟ الربع، تمام. أخت شقيق، انتظر الآن، يوجد معصب أخ شقيق؟ لا. أخت شقيقة أخرى؟ لا. يوجد فرع وارث؟ لا. يوجد أصل وارث من الذكور؟ لا. إيش تأخذ؟ نصف، تمام. إذا نعطيها النصف. الأخ لأب الباقي، اثنين فيها ربع ونصف؟ لا. ثلاثة أربعة؟ نعم. إذا مسألتنا من ربع الأربعة نصف الأربعة والباقي، انتهت المسألة، تمام. طيب جاءتنا مسألة فيها زوج وبنت وثلاثة أبناء، تمام. إيش يأخذ الزوج؟ مباشرة الربع، وجد فرع وارث. وهؤلاء البنت تأخذ النصف؟ لا، في معصب، يأخذون الباقي هكذا جميعا. إذا مسألتنا من أربعة واحد، واكتب هكذا الآن ثلاثة. سيأتي معنا بعدين في تصحيح المسائل كيف نصحح هذه المسألة نقسمها. أنت اكتبها هكذا الآن، مفهوم؟ مفهوم الشيخ؟ خلاص ندخل إلى أصحاب الثمن أو بعده؟ حلوا لنا الآن مسائل الأخت لأب ومسائل الربع. طيب الله يوفقنا وياكم.
طيب أصحاب الثمن، أصحاب الثمن قلنا غرفة الأرامل أسهل ما يكون، أربع زوجات وابن، وجد فرع وارث الثمن مباشرة، مسألة من ثمانية واحد والباقي سبعة، مسألة فيها أربع زوجات ابن وبنت يأخذ الباقي، ابن ابن وبنت ابن يأخذ الباقي، مفهوم؟ وانتهى الأمر. ثلاثة زوجات وبنت ابن وعم شقيق، ثلاث زوجات بنت ابن لا تأخذ الباقي أخواننا، تأخذ النصف، عدم المعصب وعدم المماثل، عدم الفرع الوارث الأعلى منها، مسألة من ثمانية واحد أربعة ثلاث، مفهوم؟ في إشكال؟ ها؟ لا إشكال؟ هاي أمس سبوا. أصحاب الثلثين، أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف عدا الزوج، وهناك عدم المعصب يتغير هنا، عدم المماثل يتغير هنا لوجود ماثل، إذن نفس شروط النصف لكن يتغير شرط واحد، عدم المماثل وجود المماثل. إذن أصحاب الثلثين البنات وبنات الابن وأخوات شقيقات وأخوات الأب. الآن نكتب، عندنا ست بنات وابن ابن، البنات يأخذن الثلثين، الجمع عند الفرضيين كم؟ اثنين فأكثر، الجمع عند الفرضيين اثنين فأكثر، مو مثل علماء النحو لا. طيب نعم، والثلثان للبنات جمعا، ما زاد عن واحدة فسمعا، يعني يقول لك انتبه عند الفرضيين الجمع كم؟ اثنين فأكثر، تمام تمام. يوجد معصب ابن؟ لا. يوجد مماثل؟ نعم. إذن يأخذنا البنات ايش؟ ثلثين. إذن نكتب هنا ثلثين، اثنين على ثلاثة، هذا يأخذ باقي. أصول المسائل، اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية اثنى عشر أربعة وعشرين، أقل عدد يخرج منه الثلثين كم؟ ستة أو ثلاثة؟ ثلاثة. إذا مسألتنا من ثلاثة، ثلثين الثلاثة اثنين والباقي، انتهت المسألة، مفهوم؟ جاتنا مسألة فيها خمس بنات وابن، هل يأخذنا الثلثين؟ ايش؟ حسب للذكر مثل حظ الأنثين. يا اخوانا ما تعرفوا تحسبوا، ترى اللي ما يعرف يحسب يعد، ما يعرف يعد، ترى بعض العلماء يقول فيه شبه بالنصارى اللي ما يعرف يعد، لأن النصارى ما يعرفوا يعدوا، ترى صح ولا لا؟ يعرفوا يعدوا النصارى؟ لا ما يعرفوا، لأنهم يقولوا واحد زائد واحد زائد واحد يساوي كم؟ واحد، هم يقولوا هذا صح؟ ما يعرفوا يعدوا، احنا ما شاء الله نعرف نعد صح؟ واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، هم يقولوا ها واحد، لما يعرف الحساب، مفهوم؟ تمام. للذكر مثل حظ الأنثين، ريالين ريال، خمسة ريال وريالين، المجموع سبعة ريالات، تمام. سبعة بنات ابن وابن ابن ابن، هذا معصب؟ شوف، واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة، هذا معصب؟ لا، قال في درجتها، هذا ما في درجتها. إذن أخذنا الثلثين لعدم المعصب، عدم المماثل، عدم الفرع الوارث الأعلى منها ابن أو بنت، ثلثين مسألة من ثلاثة اثنين الباقي واحد، مفهوم؟ جاءتك مسألة فيها أربع زوجات وأربع بنات ابن، تمام، و
ابن أخ شقيق واحدة واحدة أربع زوجات، يوجد فرع وارث؟ نعم، يأخذنا إيش؟ ثمن، واحد على ثمانية، أربع بنات ابن، عدم المعصب، عدم المماثل، عدم الفرع الوارث الأعلى منها، إذن ثلثين جمع باقي. أقل رقم يخرج منه الثمن والثلثين، الاثنين لا تصلح، الثلاثة الأربعة لا تصلح، الثمانية فيها ثمن ما فيها ثلثين لا تصلح، الاثنى عشر ما فيها ثمن ما تصلح، إذن من كم؟ 24. 24 على ثمانية والثلثين 16 والباقي 5، مفهوم؟ اجمع حتى تتأكد من الحل، 3 19 و5 24، مفهوم؟ تأكد من الحل. طيب يا أخواننا مسألة أخرى، أربع أخوات شقيقات وأربع زوجات وعم شقيق، أربع أخوات، يوجد فرع وارث؟ يوجد معصب؟ لا. مماثل؟ نعم يوجد مماثل. يوجد فرع وارث؟ أصل وارث من الذكور أب أو جد؟ لا. ثلثين، اثنين على ثلاثة، أربع زوجات، يوجد فرع وارث؟ إيش يأخذنا؟ الربع، واحد على أربعة، اثنين تصلح؟ ثلاثة، أربعة، ستة، ستة تصلح؟ ستة ليس فيها ربع، ثمانية تصلح؟ ما تصلح، الثمانية ما فيها ثلثين، اثنى عشر، إذا مسألتها من ثلثين، آخر كلام، آخر كلام، تسعة؟ يا أخي ثلث الاثنى عشر كم؟ أربعة، وأربعة زائد أربعة ثمانية، هذه الثلثين ثمانية. طيب ربع الاثنى عشر، ربع الاثنى عشر ثلاثة، تمام، الباقي كم؟ واحد. جدول أربع إخواننا ما تعرفوه؟ الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف تخرجتم من ابتدائي؟ والله أنا يقولون لي بعض الشباب يقول لا إحنا معنا آلة حاسبة. يا إخوان نستغني عن الآلة الحاسبة هذه، تتلف خلايا الدماغ. صدق عود نفسك أنك تحسب دائما. سهل جدا، جدول أربعة إحنا نريد منكم فقط، قلنا إلى جدول أربعة، ما نزيد على هذا بإذن الله تعالى. طيب تحلوا مسائل الثلثين كاملة، مسائل الثلثين كاملة.